سبب وتفاصيل وفاة زوجة اليوتيوبر العراقي أحمد الأوسي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم متابعينا الاعزاء وقبل ما نبدأ خبرنا اليوم ياريت تصلوا علي الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم وتدعوا لحرير زوجة اليوتيوبر أحمد الأوسي بالرحمه ، لم يكمل علي زواجهم سوي أكثر من عام وشهور قليله وتوفيت زوجة اليوتيوبر العراقي أحمد الأوسي وقيل أن سبب الوفاة هو إصابتها بكوفيد 19 على حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولكن أحمد الأوسي طلع بفيديو وقال أن هي عانت من المرض في الفترة الأخيرة ربنا يا رب يصبره اللهم أمين وطلع في الفيديو هو بيبكي وبيقول راحت حبيبتي طبعا راحت حبيبته وشريكة عمره ظهر بالفيديو احمد القوسي وهو يبكي ويقول شريكة عمري راحت رفيقتي راحت الله يصبرك يا رب يا احمد اللهم امين يا رب ادعوا لها كلكم جميعا دمتم بامان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته